السلام عليكم عزيز الرحمنين مسيا التعاونية ذات العلم للتكوين. ننظم اليوم هذا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس من كل سنة. التعاونية ذات العلم تنظم يعني أمسية ثقافية يعني بشراكة مع جمعية أنا موهوب للثقافة والفن بمدينة كامبريج. وكيجي هذا التنظيم بما له من أهمية بالغة ومؤثرة، لأن المرأة المغربية لها مكانة جد خاصة داخل المجتمع، ولها خصوصية أيضا كبيرة جدا. كما نشكر من خلال الجريدة الخبرية مندوبة التعاون الوطني التي قدمت خدماتها الجليلة لتعاونية ذات العلم، وقامت بدعمها ومساندتها من أجل إحياء هذه الأمسية التكريمية التي ستكرم فيها فاعلات وأطر من النساء اللائي يعني تقاعدن. ونتمنى أن هذا الحفل التكريم يكون في المستوى المطلوب. كما أن البارحة كنا على موعد مع ندوة علمية حول المرأة بتنسيق مع المجلس العلمي المحلي لمدينة توريت. شكرا لكم جميعا، ونتمنى التوفيق والاستعداد من الله سبحانه وتعالى. شكرا مرة أخرى. معكم يوسف الحجاج، رئيس جمعية أنا موهوب للتنمية والثقافة والفن. اليوم نحتفل باليوم العالمي للمرأة في إطار الشراكة مع تعاونية ذات العلم للتطوير والتكوين للمركب الاجتماعي الثقافي بتوريد. اليوم نحتفل بقيمة ودور المرأة في المجتمع المدني وما لها مكانة في تنمية المجتمع المدني، حيث تلعب دور كبير في هذا الوسط أو المجتمع من أجل تكريس وإعطاء قيمة وأولوية للمرأة من أجل المهور أو تكريس دورها في العالم سواء في عدة مجالات، وتكريم النساء المكافحات في هذا الوطن. جمعية موهوب يرى أن إشارة الجميع، مرحبا بكم معنا. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، باسمي ونيابة عن جمعيتي أنا موهوب للتنمية والثقافة والفن، أود أن أتقدم بباقات ورد أقحوان وياسمين مكلولة بكلمات شكر وتقدير واحترام عبر منبركم الإعلامي المتميز الجريدة الخبرية، وأخص بالذكر تعاونية ذات العلم للتربية والتكوين في مسيرها السيد عزيز رحماني، وكذا السيدة مندوبة التعاون الوطني هدى حبان. ولا أنسى أن أشكر كل الداعمين والشركاء، كل واحد باسمه وصفته، وأطلب الشكر منبركم الإعلامي المتميز الجريدة الخبرية.